خلونا بقى نعرف ليه حذف البيان. يعني خلينا نسأل الأستاذ حسن المستجاوي، لو عندي معلومة بس نسأله ربما لديه معلومة أفضل. أستاذ حسن مساء الخير. مساء النور. أنا بفكر أقلب استوديو تحليل والله العظيم. لا أنا كنت يعني لسه قريت البيان، صليت، طلعت زي ما أنت بتقولي إن ما فيش بيان. الله، يعني هو هي اتحذف من على الموقع، يمكن يرجعوه تاني بس هم اتصالحوا. طب الحمد لله. ايه معلوماتك عن هذه الازمه يا استاذ حسن؟ لا انا معلومات بقت دلوقتي سريعه الاشتعال والتحول وال يعني معلومه المشهد اللي انا شفته الحقيقه، يعني هو المشهد خناقه في احتفاليه ملهاش مبرر على الاطلاق يعني، وطبعا يعني حاجه تزعل ان يبقى اتنين يشتبكوا مع بعض، واحد في اتحاد الكوره اداري ومسؤول ولعيب، وهنقول ايه؟ هنقول زي ما المعلقين بيقولوا على اي خناقه نرفزه ملعب ولا نرفزه ملعب؟ نرفزه ملعب ليه؟ احنا كنا بنحتفل. لا طبعا ما انا عارف، طبعا انا بتريق. مع الواحد لما يبقى زعلان قوي غالبا بيتريق. طب هل يعني موضوع ان هو قعده الصلح حصلت، لكن واضح ان ربما يكون البيان اتكتب بطريقه يعني ما عجبتش النادي الاهلي واساءت للنادي الاهلي، لانه قال لك ان النادي الاهلي هو اللي راح اعتذر وكهربا راح اعتذر وقال لك انا تحت ضغوط والكلام ده كله، وان فضل قبل الاعتذار. يعني قد يكون البيان بهذه الصيغه، قد انا ما عنديش معلومه، قد يكون هذا البيان بهذه الصيغه ازعج النادي الاهلي مثلا. ده وارد يعني. ما بص يا لميس، انت عارفه طبعا انا رايي في الحكايه دي انها موضوع يعني مش لازم يكبر قوي وخلص. طبعا اساءه للاثنين، لان ما يصحش ابدا حد في منصب محمد فضل يشتبك مع لعيب بسوء نيه او بحسن نيه، ده مساله لا تجوز على الاطلاق. المشهد نفسه مؤسف ومخجل، وانا مش هدور مين اللي غلطان، لان يعني المساله بقت غريبه قوي. في جمهور اللي كان زعلان من كهربا دلوقتي واقف معاه، والجمهور اللي كان بيحب كهربا دلوقتي واقف ضده. يعني مساله الحقيقه بقت مواقف عاطفيه كلها ما فيهاش فكره للمبادئ ولا السلوك اللي لازم يكون عليه الجميع يعني في علاقتهم مع بعض في احتفالية مهمة جدا واحتفالية منظمة. عمرنا ما نشوف مشهد زي ده في أي احتفالية في الدنيا. هو يمكن لو كان في لجنة منظمة موجودة أستاذ حسن الدنيا دي ما كانتش حصل فيها اللخبطة دي. هو الحقيقة واضح إن ما كانش في نظام، يعني ما كانش في لجنة منظمة بتقول لده أقف هنا وده أقف هنا وده أقف هنا. لا ده ما فيش لجنة منظمة في الدنيا هتمنع اشتباك أو خناقة بالإيد مثلا ما بين مسؤول في اتحاد كوره او لاعب. دي حاجه اللي حصل ده حاجه فريده ما بتحصلش في اي مكان. حقيقي. مش عايزه لجنه منظمه، مش عايزه الناس تبقى فاهمه. مش شايف ان المسؤول يجب ان يكون اكثر حكمه؟ يعني لو اللاعب حتى جه وشايل الولد والكلام ده كله يسيبه، يعني ايه المشكله يعني؟ المسؤول لازم يكون مسؤول. لازم يكون مسؤول. اشكرك طبعا يعني. اشكرك استاذ حسن المستكاوي، الكاتب والناقد الرياضي المعروف.